تحققش. انت واحده مطلقه والعماره تاعنا ما يسكنوش فيها نساء المطلقات. مرحبا واضح في ورشة أم أنيس للطرز الإلكتروني. مطلقة، أم لابن يبلغ من العمر 14 سنة، حرفية بالتحديد خياطة. الطلاق بالنسبه لي ما كانش يعني خبر مفاجئ. علاش؟ خاطر الحياه الزوجيه مع الزوج السابق كانت حياه نجم نقول عقيمه. كنت متوقعه الطلاق انه يكون في اي لحظه، ما كان حتى تفاهم وما كان حتى اندماج في اي مجال انا وهو. بالنسبه لي حرفه الخياطه كانت هي سلاحي، تحديت كلها تحديت كل شيء بها، سخرت لها كل وقتي وعطيت لها كل الطاقه اللي فيا. تكبري المجتمع عمره لا يرحم المراه المطلقه. بصح ما كانش عندي خيار، كنت لازم نعملها، كنت لازم نشمر عيدية. طلاق ماهيش اخره الدنيا، طلاق كان مجرد قرار في حياه زوجين. الحياه تستمر، لازمنا نعيش ولازم نكبروا. وكمرأة جزائرية شمرت عيدية وتوكلت على ربي سبحانه. كاين اللي وقف معايا من العائلة، وبالمناسبة كاين عندي عمي هذا عمي عبد الله، نقدم له كل الشكر وانه كان دائما في جنبي، كان دائما ينصحني، كان دائما يعاونني حتى ولو بكلمة بسيطة. هذيك الليلة خسرت القش ونشرته في الحبل عادي. صباح جيت نوض باش نحيه لقيته كامل مطاشي بالجافيل. حرت هزيت هذاك القش وطلعت للجاره اللي ساكنه فوق مني. طلعت لها طبطبت عليها هدرت معها قلت لها مدام تعيشي قش نشرته في الحبل. نوض صباح لقيت فوق منه لو جافيل. وعلاه؟ تخيل الجمله اللي قالتها لي، قالت لي اخرجي علينا من العماره تاعنا، العماره تاعنا رغم انها عماره تاع الدوله. اخرجي علينا من العماره تاعنا، ما نسحقوكش في العماره تاعنا. قلت لها لا مدام اخي ما شفتي مني حتى حاجه. قالت لي لا ما نسحقوكش، انت واحده مطلقه والعماره تاعنا ما يسكنوش فيها نساء المطلقات. ثميت كبانت لي ما نكذبش عليكم، شقت لها الله يبلعتني، غضبتني روحي لاقصى درجه. يعني المراه المطلقه هذه خلاص تموت، والا تروح تبدل خلاص البلاد وتروح تسكن في القمر ولا تسكن في المريخ. بالنظره تاع الناس، مش الناس كاملة، أغلبية الناس يقول لك المرأة هذه ما تعيش معنا، كل واحد كيفاش راهو يطيش لها كلمة. هذه القصة اللي قاعدة توجع فيا، يعني صراحة كي نتفكرها توجعني صح. حسب نظري المرأة المطلقة مرأة تحدت الصعاب ورفضت تعيش حياة الذل، خرجت للميدان باش تثبت ذاتها وتفرض شخصيتها وتقدم في طريق نظيف ومقدود.